السلام عليكم، بنفليس مطر معكم، نتمنى وراكم بخير. بخصوص الفيديو الاخر تاع البي ام دبليو 330 اي، اولا نشكر متابعينا الاوفياء اللي عجبتهم الفيديو ودعمونا بكلام مشجع، متقبلين ايضا للانتقادات. كاين من الناس اللي طلبوا منا شرح لموضوع المحرك اللي في هذه السياره، حكايه 2 لتر ولا 3 لتر. اللي قالوا لنا المحرك هذا 3 لتر استنادا يعني بالارقام المكتوبه في خلف السياره اللي هي في السياره تاعنا هذه 330 اي. صح بي ام دبليو في وقت مضى كنا كي نشوفوا 330 ولا 320 على بالنا باللي الرقم الاول على اليسار يرمز لصنف السياره، في الحاله هذه اللي هي 300 هذه نقدروا نقولوا لها سيري 3، كي نشوفوا 400 نقولوا سيري 4، كي نشوفوا 500 سيري 5 الى اخره. الرقم الثاني والثالث يرمز لا سيلندري تاع المحرك اللي في السياره، هنا عندنا 30، كي نشوفوا الواحد يقول لي هذه 3 لتر، وكي نشوفوا ال20 نقولوا 2 لتر الى اخره. هذا الشيء تبدل اليوم عند الصانع، تبعونا تعرفوا ان شاء الله السبب. اليوم الصانع نتكلموا على السياره سيري 3 هذه، نديروها مثال. في السيري 3 نتاعو هذه عنده فيها في ليسونس عنده فيها 4 فيرسيون، اربع موديلات، عنده لا 318 اي وعنده لا 320 اي وعنده لا 330 اي. هذو في ثلاثه يجي فيهم محرك واحد اللي هو لو 4 سيلندر اون ليني 1998 سنتيمتر كوب، هذا اللي نقولوا له 2 لتر. والموديل الرابع اللي هي لا ام 340 اي اللي فيها محرك 6 سيلندر اون ليني 2998 سنتيمتر كوب اللي هو لو 3 لتر. يعني المحرك 2 لتر والرمز للورا في السياره 30، الواه ترمز 30 هذه، يعني سقسيني الواه تقول الواه ترمز مال 30 هذه. شفنا عند الصانع، الصانع يقول انه الرمز 30 اللي حاطه في السياره نتاعو يرمز الانرجي كالوريفيك اللي هي القوة الحرارية اللي ينتجها المحرك في كل سيلندر. السبب اللي خلى الصانع يطور في الرموز نتاعو بهذه الطريقة يعني الكبيرة هو انه ما يخفلكمش لاغام نتاع بي ام دبليو تيلارجات، كبارت لاغام نتاعو، عاد يخدم دي موتور جدد اللي هما المحركات ايبريد. ايبريد هذا هو محرك يمشي بطاقة كهربائية وبليسونس، وعنده ثانيتك المحرك الكهربائي 100%. في المحركات هذو ما نرمزوش القوة تاع المحرك يعني بالليتر، في المحركات هذو نرمزو للقوة تاع المحرك بالكيلو وات. ليزانجينيور تاع بي ام دبليو عرفوا باللي في المستقبل الليتر هذا ماهوش حيعود معيار لقوة المحرك، ولاو يمدوا لنا القوة تاع المحركات تاعهم بالكيلو وات ماشي بالليتر. يعني ليزانجينيور تاع بي ام دبليو عمموا هذه الحكايه على السياره تاعهم كامل. اي سياره دركا كي تشوف سياره موتور ايسونس موتور مازوت، كل موتور عنده القوه الحراريه نتاعو اللي ينتجها في كل سيلندر، تنتج ليكسبلوزيون اللي تصرى في لا شومبر تاع البيستون، الخليط اللي يصرى ما بين ليسونس والهواء والليكسبلوزيون اللي تصرى تنتج عليها طاقه حراريه، كيلوها الطاقه الحراريه هذيك وعاد يمدوا بها معيار في السياره نتاعنا هذه اللي درنا عليها احنا الفيديو. الصانع يقول باللي 30 هذه اللي حاطها في السياره تاعو سي ليكيفالون تاع 100 من 150 ل 250 كيلو وات، ما السياره نتاعنا هذه كل بيستون نتاعها ينتج من 150 ل 250 كيلو وات. المصدر نتاعنا هو السيت اوفيسيال تاع بي ام دبليو اللي هو bmw.com، يقدروا خاوتنا يتجهوا للموقع يشوفوا ويقراوا كيما شفنا حنايا. نتمنى ونكونوا فدناكم بهذه المعلومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.